أعطينا فرصة للملمة الجراح، ولكن بعدين رأينا أن من واجبنا ونحن الذين ندافع عن الوطن وأهله أنه كمان حقنا وحق شهدائنا وتضحياتنا ومسيرتنا وناسنا وكرامتنا وعنفواننا وبلدنا ووطننا والسلم الأهلي كمان ندافع عن أنفسنا بطريق أولى. طرق حزب الله باب القضاء اللبناني مدعيا على عدد من الشخصيات والمواقع الإلكترونية بعد استمرار الاتهامات بحقه وتحميله مسؤولية انفجار مرفأ بيروت في لبنان. وبعد فترة قصيرة جدا من نكبة بيروت في الرابع من آب أغسطس الماضي، انبرت شخصيات سياسية وحزبية لبنانية بتوجيه الاتهامات للحزب، مدعية أن شحنة النترات التي انفجرت تعود للحزب وأنه يتحمل تبعات الكارثة التي حلت بلبنان. الحزب على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أوضح مرارا أن لا علاقة للحزب بما جرى في مرفأ بيروت، عدا أن التحقيقات أشارت إلى خطأ بشري غير متعمد أدى للتفجير. حزب الله لا يضيره أبدا أن يضاد في السياسة، أن يجد من يختلف معه في السياسة، ولكن أن يوجد من هو مزور ومضلل وبوق لإرادة خارجية ولتشخيص وتوصيف خارجي. أنت تعرف أن التعريف هو أخطر الأمور، عندما تطلق تعريفا على حزب الله بأنه إرهابي، ومعظم هؤلاء الناس يتعاونون مع حزب الله في البرلمان من كل الكتل، في البرلمان وفي الحكومة وفي أماكن أخرى. الطريق القضائي الذي اختاره حزب الله سيستكمل بدعاوى أخرى في الفترة المقبلة. نحن اللي بيميز هذه الشكاوى اللي قدمنا فيها هي أن شكاوى مباشرة فيها صفة الادعاء الشخصي، وبالتالي القاضي ملزم وفقا للقانون بتحريك الدعوى العامة. التجني على حزب الله دفعه لسلوك طريق قانوني لمحاسبة كل من أساء إليه، ويحاول شيطنة المقاومة بالتزامن مع الحملات الخارجية المستمرة لتشويه صورة الحزب، لا سيما أن واشنطن كشفت أن مليارات الدولارات قد أنفقتها لتشويه سمعة حزب الله. وضع حزب الله القضاء اللبناني أمام مسؤولياته، وادعى على بعض الشخصيات التي اتهمته بتفجير مرفأ بيروت، واللافت أن تلك الحملات الداخلية تترافق مع محاولات خارجية مستمرة لتشويه صورة المقاومة. عباس صباغ، بيروت، الميادين.